لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا هو المجلس 200 في التعليق على كتاب رياض الصالحين، قد وصلنا إلى الباب 68 وهو باب الورع وترك الشبهات. باب الورع وترك الشبهات هذا باب عظيم، ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا الباب وما جاء فيه من الآيات والحديث. والورع والزهد متقاربان، ويجعلهما بعض أهل العلم بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بينهما. ومن أحسن من فرق بين الورع والزهد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم في مثل هذا المعنى، أنهم قالوا الورع هو أن تترك ما يضرك في الآخرة، الورع أن تترك ما يضرك في الآخرة، والزهد أن تترك ما لا ينفع في الآخرة. فبهذا المعنى يكون الزهد أعلى مقاما من الورع، وذلك لأن الأمور إما ضارة وإما نافعة وإما مباحة، إما ضارة وإما نافعة وإما مباحة. فالزاهد يترك ما لا ينفع، فإذن هو يفعل ماذا؟ يفعل النافع، ومن باب أولى أنه لا يأتي إلى الضار. وعلى كل فإن المسلم لا بد أن يتحلى بهذين الأمرين، أن يتحلى خصوصا بالورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، لأن المدار كل المدار على ما يكون يوم القيامة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا فقد المرء الورع فإنه قد يضر نفسه يوم القيامة. ولذلك ذكر المصنف هذا الباب العظيم في هذا الكتاب المبارك، قال باب الورع وترك الشبهات. الشبهات أمرها خطير، بعض الناس جعل الشبهات متنفسا له، خاصة في الأمور الخلافية جعلها متنفسا له ومدخلا له ليعمل ما شاء، بحجة أن المسألة فيها خلاف وأن العلماء اختلفوا وأن الحكم ليس واضحا، فيجعلها متنفسا له لما يوافق هواه. وهنا قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد. الآية الأولى ويحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذه الآية جاءت في قصة الإفك، وقصة الإفك معروفة معلومة، عندما رميت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك المبين عندما رماها المنافقون بالزنا، عليهم لعائن الله تثرى، ونزل الله عز وجل براءتها من فوق 7 سماوات بآيات تتلى إلى يوم القيامة. وهذه الآية وتحسبونه هينا، أي هذا الإفك الذي قلتوه وهو عند الله عظيم. واستدلال المصنف بهذه الآية ليبين أن بعض الأمور التي يتساهل فيها الناس هي عند الله عظيمة، خاصة في أمور الشبهات والأمور المتشابهات، يحسبونها هينة ولكنها عند الله عظيمة. والآية الثانية إن ربك بالمرصاد، من أجل أن يذكرك بما يكون يوم القيامة، فلا تعتمد على الشبهات والاشتباهات وتجعلها متنفسا لك وتلج في الشبهات بحجة أن المسألة خلاف ونحو هذه الأمور، إن ربك لبالمرصاد. ثم ذكر الحديث العظيم، حديث النعمان بن بشير، وهذا الحديث في الحقيقة لا تكفيه مثل هذه الجلسات المختصرة، ولكننا سنذكر بعضا من فوائد هذا الحديث العظيم. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات،
لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. قال النووي: ورويناه من طرق بألفاظ مختلفة متقاربة. هذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم، من أعظم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث جعله العلماء من الأحاديث التي عليها مدار الدين، من الأحاديث التي عليها مدار الدين، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: إن الحلال بين والحرام بين. الحلال بين كقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، فالبيع حلال، كحل الأنعام. والحرام بين واضح كقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. فهذه واضحة مصرح بها أن هذا حلال وهذا حرام، وبينهما أمور مشتبهات. وهنا الكلام على هذه الأمور المشتبهة. الأمور المشتبهة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هناك من يعلمها ويعرفها وهم الراسخون في العلم، أما أكثر الناس فلا يعلمون هذه الأمور المشتبهات، بل حتى بعض المسائل قد تخفى على بعض أهل العلم وتتبين لعلماء آخرين. فمن اشتبهت عليه الأمور فسلوك الورع هو المتعين وهو الذي ينبغي عليه. ولذلك هذه الجملة جملة عظيمة، قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. من فوائد هذه الجملة العظيمة وجوب الرجوع إلى أهل العلم، وجوب الرجوع إلى أهل العلم، لأن هذه المشتبهة لها أناس يعلمونها، فوجب الرجوع إلى أهل العلم. وأيضا تفيدنا هذه العبارة أن الناس ليسوا سواء، فالعامي ليس كالعالم، والجاهل ليس كالعالم. فإذا الناس درجات، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الأمور المشتبهات كيف تتعامل معها؟ إذا أردت أن تتعامل معها وتسلم وتنجو، عليك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واليوم الناس يعكس هذا الحديث، إذا جاءت الشبهة دخل فيها. النبي يقول لك: اتق الشبهات، ابتعد عنها، استبرأ لدينك وعرضك. ولكن كثير من الناس عكس الأمر، إذا جاءت الشبهات ولج فيها ودخل فيها وجعلها متنفسا وجعلها عذرا. كم من رجل اليوم تتكلم تقول له: هذه المسألة والله حرام، قال لك: لا والله فيه خلاف. يبحث عن أضعف الخلاف، يبحث عن قول مهجور، يأتي بعالم غير معروف ويقول قال بهذا القول، ويدخل في هذه الشبهات. أقل الأمور وأقل الأحوال مثل هذه الأمور أن تنأى بنفسك وتبتعد، استبرأ لدينك ولعرضك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. كيف يستبرأ لدينه وعرضه؟ تستبرأ لدينك بحيث لا تقع في الشبهات وتصل إلى الحرام. من دخل في الشبهات سيقع في الحرام ولا بد. وتستبرأ لعرضك حتى لا يتكلم الناس عليك، لأن الناس إذا شافوا الرجل وشاهدوه يدخل في المتشابهات ويستدل بمثل هذه المتشابهات طعنوا فيه وتكلموا عليه. ما نسمع عند أهل العلم أن فلان متساهل، ليش صار متساهل؟ بسبب أنه يأخذ بمثل هذه الأمور، جعل المتشابهات متنفسا ومدخلا، فما استبرأ لدينه ولا استبرأ لعرضه، فعرضه طعن فيه ودينه صار مهددا لأن يقع في الحرام كما سيأتي معنا في الحديث. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، انظر التعبير النبوي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ولا بد. يعني أعطيكم مثالا على ذلك، بعض الناس مثلا يأتي إلى مسألة اللحية،
يأتي بالقول الذي فيه القبضة. هناك قول أن ما زاد على القبضة يؤخذ، وإن كان الصواب أن اللحية تترك على ما هي عليه. فإذا بدأ بالقبضة هل سيتوقف عندها؟ هذا ما رأى مسألة مشتبهة عنده، مثلا مسألة القبضة هل يأخذ ولا ما يأخذ، مشتبهة، مع أن الحق أنها تترك ولا يؤخذ منها شيء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الكلام إذا أخذ القبضة على القول الذي رجح بعض العلم، هل سيتوقف عند القبضة؟ ما يتوقف، سيقع فيما هو أكبر من ذلك. يعني قلنا يمكن لو أخذ بالقبضة قد يكون معذور اجتهاد، لكن ما فوق القبضة ما في اجتهاد، وقع في الحرام. فتجده حبة حبة يأخذ 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 حتى ما ترى فيه لحية. وهذه كلها من وسائل الشيطان، وهذا مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. لو كان الرجل عنده غنم وهذه محمية، والمحمية الغالب تكون فيها نبات وخضرة، هل يستطيع أن يمنع هذه الغنم أن تذهب إلى هذه الحماء؟ أن يستطاع في المرة الأولى أن يستطيع في المرة الآخرة، أن يستطاع على بعض القطيع أن يستطيع على كل القطيع. فالغالب أنه إذا جاء حول الحماء وقع في الحماء. كذلك الذي يقع في الشبهات لا بد أن يقع في الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا الدين سياجا، من قرب من هذا السياج وهذه الحدود فإنه عصى الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالحدود التي وضعها الله عز وجل هي سياج هذا الدين، من تجرأ عليها تجرأ على البقية. ومما يستفاد من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، جواز اتخاذ المحميات، أليس كذلك؟ نعم، يجوز اتخاذ المحميات، يجوز اتخاذ المحميات، ولكن هذه المحميات يجوز اتخاذها إذا كان هناك مصلحة عامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا إما إقرارا وإما خبرا، لكن إذا كان قالها إقرارا فإنه يدل على جواز اتخاذ المحميات. لكن هذه المحميات متى تجوز؟ إذا كان فيها مصلحة عامة. أما اتخاذ المحميات الشخصية فهي محرمة، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار والكلى. الناس شركاء فيها، ما تمنع الناس منها، لا تمنع الناس من الماء ولا من النار ولا من الكلى، فإن منعتهم وقعت في الحرام. فإذا اتخاذ المحمية إذا كان شخصيا لا يجوز أبدا، وإن فعله من فعل، ولكن اتخاذها مصلحة عامة للأمة فإن هذا لا بأس به. مثالهم ما تقوم به الدولة وفقها الله من بعض المحميات، سواء محميات يعني للنبات أو محميات لغير ذلك من الأمور التي فيها مصلحة الناس، فهذا أمر محمود لأنه يعود بالنفع على الأمة. أما الشخصي فإنه لا يجوز، لأنه نوع من الغصب، لأنه نوع من الغصب. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. استنبط بعض العلم من هذا الحديث جواز أو صحة الحكم في الدويلات. المعلوم في أول الإسلام أن الخلافة كانت على جميع بلاد المسلمين، وأن الحاكم واحد، الحاكم واحد، وهذا هو الأصل أن الحاكم يكون واحد. لكن عندما تعددت الآن الولايات هل تصح الولاية ولا ما تصح الولاية؟ تصح الولاية، تصح الولاية بإجماع أهل العلم. بل لو قيل بأن الولاية لا تصح بعد أن تفرقت الناس واتخذ الناس على كل مكان حاكما وأميرا لضاع الناس وهاجوا وماجوا. ومما استدل بها أهل العلم بهذا الحديث قال: ألا وإن لكل ملك حمى، فدل على تعدد الملوك، تعدد الملوك، فدل على صحة الولاية. وانظر استنباط أهل العلم، يعني هذه الفائدة قد يذكرها كل أهل العلم، وقد بعض يعني يشرح من يشرح هذا الحديث لا تمر عليه هذه الفائدة، ولكن انظر إلى استنباط أهل العلم، يعني استدلوا بهذه الجملة على هذه المسألة. يعني شوف هذه المسألة الآن في الشبهات، والمسألة الثانية في ماذا؟ في الولاية والأحكام، ومع ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم
حديث عظيم، الجملة الواحدة تستخرج منها عدة أحكام، بل إن الواحد لا يستطيع أن يخرج جميع يستخرج جميع الأحكام من الحديث الواحد أو من الجملة الواحدة. قال: وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذه لا شك جملة عظيمة، ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي اللحمة وهي القلب، إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. علاقة مضطردة ولا بد، صلاح القلب صلاح الجسد، وفساد القلب فساد الجسد. ولذلك بعض الناس يخطئ خطأ عظيما في هذه المسألة، يقول: أنا والله قلبي صالح لكن عندي أعمال مقصر فيها. نقول: تقصيرك مبني على تقصير قلبك، وكمال عملك الظاهر دليل على كمال قلبك. العلاقة مضطردة أبدا. ولذلك بعض الناس إذا جيت نصحته قلت له: هذا حرام اللي تسويه حرام، قال: والله الإيمان في القلب. نعم الإيمان في القلب، لكن لو كان إيمانك كاملا وصادقا كما تقول لظهر على جوارحك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح القلب صلح الجسد. ما صلح الجسد دل على نوع فساد في القلب، فعلى قدر الذنوب والمعاصي الظاهرة يكون فساد القلب، وعلى قدر فساد القلب يكون فساد الجوارح. فلا يغالط المرء في هذه المسألة يقول: إيمان في القلب وافعل ما شئت، مو بصحيح هذا، بل هذا هو كلام المرجئة. المرجئة هم من يقولون هذا: يكفي إيمانك بقلبك وافعل ما شئت، إيمانك كإيمان جبريل، إيمانك كإيمان أبي بكر الصديق. ولا شك أن هذا كلام باطل. فالصلاح صلاح مضطرد بين القلب وبين أعمال الجوارح. وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم، نبراس للمسلم في حياته، لا بد أن يعتني بهذا الحديث عناية عظيمة، ويجعل هذا الحديث أمام عينيه حتى يسلم لدينه ولعرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفوائده أعظم مما قلنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.